الضحايا وعدد أكبر من المفقودين. التفاصيل مع الزميلة الصحفية نجلة عمر عبد الله من السودان حول الوضع والتوقعات المنتظرة خلال 24 ساعة القادمة. نجلة عمر عبد الله، أهلا وسهلا ومرحبا. مؤخرا وخلال الأسبوع المنصرم حدثت كميات كبيرة من السيول جراء الأمطار في مناطق شرق السودان، تأثرت بها مناطق واسعة في منطقة أربعات، واللي هي دي أدت إلى كسرات كبيرة في سد أربعات المغذي لمدينة بور السودان للمياه، وأيضا حدثت في مدينة طوكر وهي مدينة تبعد حوالي 170 كيلومتر أو أكثر من مدينة بور السودان، ودي أدت الفيضانات فيها إلى خسائر كبيرة في المنازل والأرواح. عدد الوفيات قد يكون هناك تضارب في الإحصائيات نسبة لعدم الثبات، يعني إنه حتى الآن لا يعني في تضارب في الإحصائيات لأنه الأعداد غير معروفة، يمكن في هناك أعداد كبيرة من المتوفين، وبالتالي الوضع كارثي في تلك المناطق ويحتاج إلى تدخل من المنظمات المحلية والعالمية والإقليمية نسبة لأن السودان يواجه ظروف غاسية في هذا العام. أيضا التوقعات بأنه أن تجتاح الفيضانات عدة مناطق في السودان، وبالتالي هنالك مزيد من الضحايا ومزيد من المفقودين ومزيد من فقدان المأوى. شكرا الزميلة نجلة عمر عبد الله. الوضع قطع في الكهرباء، قطع في الانترنت، وضع إنساني صعب جدا. يبدو أن التغيرات المناخية ولت أكثر الأزمات التي تمر بها بلدان العالم. أستاذ نعمان مزيد، لا يا شيء حير، معنا ما يكفيش الحرب اللي توا أكثر من سنة توا معنا، واللي قتلت برشا وصرخفتها جرائم وغيره من ناس معنا نازحين هربين من الحرب منهم لحقنا حتى في تونس. نذكر عمنا والبركة عندنا مجموعة سودانية هنا كانت موجودة لاجئة معناها هنا كانت باب جبلي، ما يزيش هذاك زيد توا الفيضانات وتشوفوا التغيرات المناخية من مدة زادة في الهند زادة نفس الشيء تقريبا، باكستان معناها نفس الشيء، وموقع في ليبيا اللي صار في ليبيا بحذانا في ليبيا عمنا ولا عندك أي نفس الشيء مش بعيد علينا معناها السد كيف مع تطرشق احنا ربي يستر بهم في تونس ربي يحمينا. لكن التغيرات المناخية يبدو انه ما نعرفش اسكو علميا ممكن تهيئوا لها ولا، لانه في بلدان اخرى تو كي نشوفوا مثلا العواصف والحد هذيا تقع على البال بها مسبقا، فينبهوا السكان عاده انه السلطات تاخذ احتياطاتها من نوع الحريق من نوع فيضانات من نوع زلزال الى اخره، فيفرغوا الاماكن اللي عاده اللي مش تجرفها مثلا هذيك كي يبدا فما اعاصير معناتها يبداوا لكن ما صار في دبي معناتها عره معناتها التقدم اللي صار في دبي مثلا الفتره الاخرانيه خرجت روايات ثم قال لك الحكايه السحب الاصطناعيه هذه ربما هي اللي فما شكون قال الاستمطار الصناعي ربما يكون هو السبب غير متحكم فيه معنا، بحيث كما قلت لك ربي يسترنا من هالاشياء ذي. ولكن بالحق وضع السودان يحزن معناها ما يزيش كما قلت مساله الحرب اليوم يحكوا على كارثه انسانيه معناتها باتم معنى الكلمه.